الدكتور أحمد شنقار، استشاري جراحة المناظير والسمنة. أهلا بكم. في لحظة ما في حياة مريض السمنة الحقيقة مخيفة جدا وما تمناش إنها تحصل لأي إنسان سمنة، وهي دعوة لكل مريض سمنة يلحق نفسه قبل ما يوصل لها لا قدر الله. يعني اللحظة دي إنه يدخل إمرجنسي، يدخل مستشفى. أنتوا عارفين يا جماعة السمنة المفرطة ده شيء مخيف للغاية. تعالوا نرحب بضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم جراحات السمنة النهاردة، الأستاذ الدكتور أحمد شنقار، استشاري جراحات المناظير والسمنة، الاسم القدير. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا عايز تقول لي إيه اللي يعني كلمة سمنة مفرطة قوي أو وزن ضخم قوي في السمنة المفرطة بالنسبة لكم كمحترفين جراحات سمنة؟ بنسميها السمنة الفائقة أو الناس السوبر أوبيس. سوبر أوبيس. اختصارا كده تقريبا بيبقى وزنه قد طوله، يعني هو 160 سنتي و 160 كيلو كده. ده كده السمنة المفرطة. يعني ممكن كمان يبقى أنا عندي أكتر. ناس أنا عندي سلسلة هنا الناس 200 و 250 إيه ده، أنا عندي أمريكية وصلت 725 اسمها كارول ياجر توفت الله يرحمه. عندي مانويل أوري ده مكسيكي وصل 560 كيلو. الأوزان دي غالبا ما بتكونش دهون، يعني دول بعض أحيان أو ساعات كتير بيكون عندهم انسداد لمفاوي، لكن كسمنة دهن أو كده يعني أقصى حاجة بيبقى في حدود أقل من 300 كيلو. أعلى من كده بيبقى لا، بيبقى عندهم حاجات غير السمنة بقى معهم في مشاكل حاجات إضافية بقى في السمنة. هو تعليقا بس على الفيديو، في مثل أجنبي بيقول obesity runs in family، يعني السمنة بتجري في العائلات. ليه؟ عشان no one runs in the family، ما حدش بيجري، ما حدش بياخد active lifestyle. في عائلات بروتات ده حقيقة. والسمنة مرض معدي ده حقيقة برضو، يعني ممكن واحد مليان يتجوز واحدة وزنها عادي يحولها لواحدة سمينة زيه. في فيلم جميل قوي اسمه البحث عن فضيحة لو شفته. ايوه عارف الفيلم ده. محمد عوض في الفيلم ده كان رايح بعيلته كلهم عندهم نحافة، رايحين يخطبوا واحده كل العيله بتعاني من سمنه مفرطه. فاكر المشهد؟ كل السمنه عيله مفرطه، كل العيله سمنه مفرطه. كل السمنه عيله مفرطه وكل العيله الثانيه نحافه مفرطه. فالسمنه بتعدي ازاي؟ بتعدي من طريقه الحياه غلط، طريقه الاكل غلط. هي بتدي له بطاطس، بتدي له اكل غير صحي. وبقابل امهات كتير زي كده، الناس اللي جايه تعمل عمليات سمنه معاها ابنها مليان، اقول لها الحقيقي ده هو ما بيرضاش يسكت غير لما ياكل كذا او لما اديه كذا، وتيجي معاها جايبه له حلويات وشوكولاتات وحاجات من ماركت يعني. فطبعا هي بتاهله ان هو يليها بعد كده في السمنه ويليها بعد كده في العمليه. ازاي نقيس درجه السمنه؟ طبعا قياس درجه السمنه بشكل رئيسي من خلال معدل كتله الجسم اللي هو بيبقى الوزن على مربع الطول. فالناس اللي بتوصل لوزن سمنه فائقه ممكن يوصل لكتله الجسم 60 و70 و80، وزن مثلا 200 على طول 150، بيبقى طبعا بتبقى سمنه فائقه. في السمنه المفرطه العاديه اللي هي بتبقى كتله الجسم في حدود 40 مثلا، اللي هو وزن مثلا 140 130، وفي ناس في المعدل الطبيعي، وفي ناس بيبقى عندهم زياده بسيطه اللي هو كتله الجسم في حدود 30 ل 35. ايه السبب اللي يخلي واحد يوصل للسوبر اوبستي، السمنه المفرطه او شديده الافراط؟ بتبقى تراكم. هو شخص كل سنه بيزيد 20 كيلو وبيزيدهم نتيجه لتصرفات وعادات غذائيه غلط، بياكل اكل غير صحي، بيرقد في السرير، ما بيروحش جيم، ما بيمشيش، حتى في الشغل بيفضل قاعد. بعض احيان نادره او مش نادره بس يعني مش ده الاصل، ان مثلا حد عنده خمول في الغده الدرقيه، عند حد عنده زياده في افراز الكورتيزون، حد خد حقن كورتيزون عشان يعالج مرض معين. لكن اغلبيه الشاسعه منهم 80% بتبقى نتيجه لطريقه اكل غلط ونظام اكل غير صحي ونظام حياه غير صحي. طب جالك مريض بقى من النوعيه دي، نعم، القرار هيكون هنجهزه هنتعامل معاه ازاي؟ هنجهزه الاول ولا وايه نوع الجراحه اللي تتعمل؟ طبعا لما بنوصل لمنطقه السمنه الفائقه دي بتصبح تقريبا كل خطوه في خطوات عمليه فيها نوع من المخاطره.
فأول حاجة بنبدأ إن احنا نكلم مريض ونأهله ونحضره عشان ننزل بمستوى المخاطرة ده لأقل ما يمكن. فأول حاجة طبعاً لازم الشخص ده سواء كان في مرض ضغط، مرض قلب، مرض سكر، بنبدأ إن احنا نظبطهم ونخليهم أندر كنترول بشكل كويس جداً علشان ما يكونش في مخاطرة إن شاء الله مع التخدير. بيبدأ الشخص ده يمشي على نظام أكل معين لمدة 10 أيام لأسبوعين قبل العملية. بنبدأ نديه أدوية عشان تصغر حجم الكبد وأدوية عشان تقلل الضغط أقل ما يمكن. بيبقى له تحضير معين في مجال منع الجلطات، حتى في التخدير بتاعه لا مش بنستعمل أدوية البنجة عادية. في دلوقتي أدوية اسمها إزمولول وأدوية تانية اسمها بيديوم، دي بتقدر إن هي تشيل المصري لاكسنت اللي هو يعني بندي للشخص بسط عضلات أثناء العملية عشان جهاز تنفس صناعي، دي بتشيلها من على ريسبتور توقف عملها بحيث إن إفاقة تكون قوية وسريعة جدا، لأن هي مشكلة دايما في البنج في الأوزان الضخمة إن عضلات ما بترجعش لقوتها بسرعة بعد انتهاء البنج، فعمل أدوية مخصوصة للنوع ده. تحضير طبعا فترة ما بعد العملية، علاجات مخصوصة، نظام أكل مختلف عن اللي هيعمل عملية سمنة بشكل طبيعي. فالشخص طبعا اللي هو بيجي 230-240 كيلو هو فاهم ومدرك إن هو مش مجرد عملية هنعملها بسرعة. إن شاء الله إحنا بنحاول طبعا العملية تكون سريعة جدا. وقت العملية في مخاطرة، يعني الشخص اللي بيقعد ساعتين ثلاثة في عمليات ده خطر، لا إحنا بنحاول نخليها 30 دقيقة 40 دقيقة. نختار له عملية على أساس إيه؟ بشكل رئيسي في الأوزان الضخمة بفضل التكميم كبداية، إلا لو في سوليد إنديكيشن لتحويل مسار، الشخص ده خلاص عنده ارتجاع مبيق ولو عمل تكميم هيأذيه، الشخص ده ما بياكلش غير سكر، ساعتها هنعمل له تحويل مسار، لأن في تحويل مسار إحنا بنحتاج نتعامل مع منديل البطن، التعامل مع منديل بطن في الناس دي ده ممكن يبقى قدم مكتب منديل بطن بتاعه، ممكن وزنه يبقى 50-60 كيلو، يطول وقت عملية، زود مخاطرتها. وزن منديل البطن لوحده 60 كيلو. 60 كيلو، وزن الكبد 40 كيلو، تلاقي الشخص عنده 100 كيلو كبد ومنديل بطن و100 كيلو تانية أعضاء، فطبعا بتطول وقت عملية تزود مخاطرتها، فبتظل عملية التكميم هي أفضل أقوى أسرع عملية بنحصل معاها مع نتائج جبارة. يعني في حالات عندها 280 وصل مثلا 150 في 6 شهور، نتيجة قوية جدا لعملية التكميم. يعني نوع العملية ملوش علاقة بنتيجتها أو سرعة نزول الوزن معاها. العملية بتتعمل خطوة واحدة، يعني عملية واحدة اللي بتعمل على مراحل؟ طبعا في ناس طبعا بيكون خطر جدا ان احنا ندخلهم عمليات سمنه مباشره، فممكن نبدا مع الاول ببالون معده ينزله 30-40 كيلو يقلل انستيك ريسك مخاطره البنج، نقللها على قد ما نقدر، ثم نبدا ان احنا نعمل له عمليات. كان زمان ممكن الشخص يعمل اول عمليه تكميم بعد كده يبدا يعمل له عمليه تحويل مسار لما وزنه يقل، لكن دلوقتي مع التطور نادر ما بنحتاج لكده، هو الشخص ما اول اما هيعمل تكميم او هيعمل تحويل وان شاء الله ما بيحتاجش عمليات تانية. التكميم إذن أنت ترى أنه هو بالنسبة للسمنة المفرطة هيكون حل من الحلول الناجعة، هيكون الحل أسلم أسرع، وبنشوف مع نزول وزن محترم، لأن أغلب الناس بتوصل لأوزان دي بيكون بالك إيتر بيأكل بكميات، نادم ما حد بيقدر يوصل وزنه بالسكر، لا هو بيوصل له بال10-20 رغيف بيأكلهم بالتيكاوي بنوعية الأكل اللي هي التكميم بيقدر يسيطر عليها. لكن لو الشخص طبعا عنده سبب بياخد إنسولين بجرعات عالية بيأكل سكريات بنعمل له تحويل مسار عادي مفيش مشكلة. طيب هل بحكم ما رأيته من حالات الاستجابة لمرضى السمنة المفرطة قوي أو المرضى الفائقي السمنة استجابتهم وسرعة نزولهم وما إلى آخره بمقارنة بالناس اللي عندها شوية سمنة زائدة برضو مفرطة بس مش قوي طبعا بيكون فرق شاسع. يعني لما تلاقي حضرتك شخص أول شهر مع عملية خس 60-70 كيلو الناس تقول لك أنت ده كذب، لا ده حقيقة وشفناها، لكن انت ما تقارنش نفسك بيه ولا تسمع الرقم ده ولا تبص له، ما يجيش شخص 130 كيلو او 140 كيلو ويقول هو ما خسيتش ليه 60 كيلو ما هتختفي. احنا بنتكلم على الناس اللي 220 ولا 250، لو بقى 190 ده بالنسبه له يعني شويه ميه ودهون. يعني ده سهل. طبعا بعد كده بيبدا النزول يدخل المستوى الطبيعي قرب لحد ما نوصل للمعدل العادي اللي هو 5-7 كيلو بحد اقصى في الشهر. في خلال سنة ونص بيقدر ان هو يقرب من وزن المثالي، يوصل مثلا وزن 90 او 100، وزن افضل كتير جدا من الوزن اللي هو كان فيه قبل كده. الانسان ده احساسه ايه بعد ما كان 220 كيلو بقى
90 كيلو ما بيكونوش مصدقين نفسهم، بيحس فعلا ان هو اتولد من جديد. اكتر ناس بتقدر اهميه وقوه ونجاح عمليات سمنه هي الناس دي، بخلاف مثلا حد 90 95 كيلو يقول لك انا كان ممكن اخس 20 كيلو بدايت. لا، هو ده مدرك ان عمليه غيرت حياته، مدرك ان هو اتولد بشكل واصبح بشكل تاني. هو شاف صعوبات السمنه كلها من اول ما مش عارف يربط رباط الجزمه، مش عارف يتنفس، شافها باكثر صورها، باسوأ صورها، مش عارف ينام، مش عارف يتحرك، مش عارف يلبس، كل ده فجاه راح منه، بيحس بفرق ضخم. احنا شفنا اكس لارج شرح بالتفصيل معاناه مريض السمنه بالزبط. بالتفصيل، يعني الراجل اللي هو قال لك انا بعمل بتعب في كل حاجه، انا ما اعرفش اربط رباط الجزمه، بنهج وانا بنام، طلوع السلم بالنسبه لي كل حاجه مصعوب الا الاكل. بالظبط، هو قال جمله، هي قال الجمله المشهوره دي، قال لك الا الاكل، الا الاكل، وراح واقف فجاه كده وقال ومن هنا قررت ان لا اعمل رجيم. نسبه النجاح بالمقارنة مثلا بجراحات نسبة النجاح كعمليات السمنة في السمنة المفرطة الفائقة في الإفراط، احنا بنتكلم على السمنة الفائقة، لو قسنا النجاح ده بالتخلص مثلا ب 60-70% من الوزن الزايد، فلا النسبة هتكون عالية جدا، تتعدى 90-95% من الحالات. هو السؤال أكتر دكتور، هو أنا ممكن أموت في العملية؟ من الحقيقة ده احتمال نادر، يعني بنتكلم في أقل من 1 لـ 1000. مع التحضير، مع الخبرة، مع الأدوات، توفيق ربنا فوق كل شيء، الحالات دي بالعكس ربنا بيستوها معاها كتير عن الحالات التانية يعني. فطبعا نسبة نجاح والأمان بتكون عالية إن شاء الله. الأمان هنا أدواته إيه؟ يعني أنت دلوقتي بتتكلم على مريض 210 كيلو ولا 200 كيلو داخل عنده مشاكل في التنفس، خايف من التخدير، خايف من التسريب. التسريب طبعا من مضاعفات الخطيرة واللي الناس كلها بتخاف منها بعد عمليات السمنه. التسريب مقصود بايه؟ ان يحصل زي ثقب في جدار المعده، ان فشل في التئام الجروح اللي احنا عملناها. ليه اسباب كتيره جدا، على راسها عدم التزام المريض بتعليمات اول شهر. اصلا نسبه التسريب لا تتعدى، بنتكلم في 1/400 مثلا، المعدل الدولي هو حوالي 0.5%، يعني 1/200، لا معنا اقل ان شاء الله، 1/400 1/500. بنشوفه في المدخنين، بنشوفه الناس اللي بتفرط في استعمال مسكنات، بنشوفه يعني هي النسبه اعلى في الرجاله، ما بيهتموش بانظمه، مع مش عارف فيش رولز، لكن تظل نسبه التسريب اقل النسب ومن اقل المشاكل. الميزه الموجوده دلوقتي ان التسريب الحمد لله ليه علاج، بنركب دعامه، بنركب دواني، الناس الحمد لله يعني احتمالات الوفاه نتيجه التسريب ضئيله جدا جدا جدا. الناس اصحاب السمنه الفائقه احتمالات التسريب فيهم دوليا هي اعلى من الناس العاديه، لكن على ارض الواقع لا هي بتبقى اقل، لان هو شخص بيبقى خايف جدا، حريص جدا، متحضر جاهز جدا للعمليه، ملتزم بكل الانظمه وبكل التعليمات، لانه مقدر خطوره الوضع اللي هو فيه. فلا الى حد كبير ان شاء الله الدنيا بتعدي كويس بدون مشاكل ومضاعفات. دايما بشبه هنا مريض السمنه المفرطه قوي بالشخص اللي بيتعامل مع اسد. السمنه بالنسبه له اسد، اسد، فاللي بيتعامل مع اسد ده بيبقى عينيه في وسط راسه ودرجه تركيزه بتبقى عاليه جدا جدا، لان هو بيتعامل وحش مفترس ممكن ياكله في اي لحظه. صح. بخلاف اللي وزنه زياده شويه، وطبعا وزنه زياده شويه ده يعني لو قلنا مثلا بيتعامل مع ايه، يعني قطه، ففرق كبير بين اللي بيتعامل مع اسد من اللي بيتعامل مع قطه. بيتعامل مع اسد ده بيبقى مستوى الادرينالين في السماء وحذر وعمال مش عايز يدي ظهره للاسد، التاني ده عادي يعني ممكن يغلط وممكن يعني يقع او يزيد وزنه شويه، بس بيبقى ايه زياده 30-40 كيلو ولا حاجه، 30 كيلو زياده يعني. طيب اللي انت نفسه يتغير في عقليه المرضى دول، مرضى السمنه المفرطه، شايف انه حاجه لازم تتغير في دماغهم. اللي فعلا محتاجين يغيروه هو حاجز الخوف. انا خايف اعمل عمليه، أنا خايف من مشاكل عملية، أنا خايف من اللي بشوفه. يعني أعتقد في العصر دون مفيش واحد مفيش في أسرته حد ما عملش، مفيش حد صاحبك، مفيش حد زميلك في الشغل،
المستشفيات النهارده بتشتغل اعداد كبيره جدا، 30 40 حاله في اليوم. تلاقي المستشفى فيها يعني اوض عمليات كتير شغاله، عمليات سمنه، عمليات رائجه، حد الامان فيها عالي، حد التكنولوجيا فيها اتحسن كتير جدا. مفيش داعي ان انا خايف من عمليه كعمليه، لا هي ان شاء الله عمليه بسيطه ليها تعليماتها ليها نظامها، بنمشي على السيستم بتاعها، بنتحضر بشكل كويس، ان شاء الله بنحصل على نتائج فائقه فيها. انت نورت واسعدتنا، وحوار معك متعه، سهل الممتنع في شرحه والتفصيل، واختيارك لكل اسبكت النهارده انت اخترت لنا جزء كده احنا مش شايفينه قوي، انت شايفه اكتر بكتير يا جماعه. كتير قوي من مرضى السمنه المفرطه او شديده الافراط، كتير منهم فعلا فعلا في المجتمع اللي اصبح قاسي جدا. انا بشوف المجتمع بقى قاسي قوي قوي، والحقيقه قسوه المجتمع في مصر لا تقارن بقسوه المجتمع الاوروبي او الامريكي. مصر لسه فيها حميميه، ولسه فيها ناس بتسال على بعضها، ولسه في الصاحب اللي بيقف مع صاحبه، والام اللي بتقف مع ابنها، والاخ اللي بيقف مع اخته، والعكس. في بلاد في بلاد خارجيه يا جماعه اللي بيقولوا عليها متقدمه ومتحضره، في ناس منعزله، في ناس بتعيش لوحدها سنين، في اخوات ما يعرفوش بعض خالص ولا بيسالوا على بعض، في امهات ده بجد ممكن ياخدوا ثمن قعدتهم مع ابن من ابناء ولادهم. وطبعا ان انا اقول لك ان وفي الناس اللي لسه ملتزمه يعني، بس انا عايز اقول لكم انه فعلا لما تيجي تشوف التصرفات في الثقافات الغربيه فعلا هتستغرب جدا جدا، وترى انه المدنيه الغربيه في عالم السمنه وعالم الانعزال زودت خطوط السمنه بره. يعني هنا الدنيا برضو فيها قرب من بعض، وتلاقي اللي رايح يعمل عملية ده رايح مع عيلته كلها، بره مفيش الكلام ده. وحتى وهو بيعاني من مشاكل السمنه بيلاقي دعم مجتمعي. يعني كتير مثلا ست قاعده عايشه في اوضه منعزله بوزنها العالي، لا في ناس بتخدمها، ناس بتحركها، ناس بتساعدها، ده شيء كويس، بس نشجعها انها تغير ده. بالظبط. نورت وشرفت ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد شنقار، استشاري جراحات السمنه والمناظير، كان ضيفا يعني فوق العاده في واحده من حلقاتنا المثيره للغايه والمؤثره للغايه، لانه مريض السمنه المفرطه هو فعلا مريض مؤثر جدا، ولما يعني تحسوا بيه فعلا لازم تقفوا جنبه. واوعى تتنمر على مريض باي مرض، واوعى تتنمر على انسان. التنمر صفة تدل على الدونية الشديدة والدناءة الشديدة والحقارة الشديدة وكل الحاجات الوحشة تقولها كده وبعدين تقول وراها الشديدة. خليكم مع الناس الحلوة.